راجل زماني وتهج راسي. زمانك وتهج راسك؟ سبحان الله سبحان الله العظيم. سروال ما غادي يضحك. المسرحيه اللي درنا اليوم ان مسرحيه كتعالج مواضيع اجتماعيه وكتعالج مواضيع تفل عاطفيه. ها هي مسرحيه اللي كنمتازوا بها حنايا. هي كاينه شويه السخريه، كاين شويه الكوميديا، كاين شويه الدراما. كتعيش جميع المواقف اللي كتكون في الحياه. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.